القرن الافريقي هو جزء هام من القاره الافريقيه. مصر ليست فقط دوله فاعله فيه، هي كمان دوله بتتاثر بكل ما يحدث فيه. الميه بتجيلنا من القرن الافريقي، شرايين المائيه اللي حوالينا بما فيها البحر الاحمر ايضا جزء لا يتجزا. الصراعات في القرن الافريقي بتؤثر على الاوضاع في مصر. توجد ازمه يعني في العالم وخاصه في الشرق الاوسط او افريقيا نرى فيها تدخل أجنبي سواء تنافس شريف أو غير شريف للمصالح، إلا وأن هذه الأزمة تزداد توتراً وتزداد عمقاً في التوتر. مراكز الفكر بشكل عام بيكون لها أجندة واهتمامات بتنبع من أجندة واهتمامات الدولة نفسها، فالمركز طول الوقت بيركز على بناء أجندة تدعم صناعة السياسة في سواء الداخلية أو الخارجية، وهو ده دور من أحد أدوار مراكز البحوث حول العالم. طول الوقت المركز مهتم بقضايا القرن الإفريقي والقارة الإفريقية. طبعاً مصر ليها دور بارز وفعال في خلال العشر سنوات الماضية كمان ومنذ تولي الرئيس، إن هي ليها دور في مواجهة والقضاء على الإرهاب سواء في القارة الأفريقية بصفة عامة وفي القرن الأفريقي بصفة خاصة، وده ليه كذا نموذج أو مثال في المبادرات اللي بيعملها الرئيس.